السلام عليكم زيد ديال وليك دايرين لاباس عليكم مزيانين حبا بكم فيديو جديد على زالات كي دايرين كدايرين مع الصحه فيديو جديد مع البنات بغيت نبارطاجي معكم قضيه ديال الخضره والاثمنه ديال الخضار الحمد لله كما قريت في العنوان اثمنه في المتناول ديال الجميع كي كيقولوا الدرويش يعيش واللي لاباس عليه يعيش هنايا البنات بغيت نشارك معكم داكشي اللي خديت اول حاجه البنات الربيع خديت 4 الحبات ب 3 دراهم جوج ربيع وجوج معدنوس هنا البنات الخص على مزينات والبنات هو راه غير عندهم واحد الحراره تشوفوها غير في وجهي موت الكحله ها انتم هنا خديت 5 الخصات 5 دراهم داير الدرهم الخصه يعني الخصه واعره تبارك الله خديت البنات هاد البانيويا لقيتو 260 ملي تخاصني بانو الشلال هكا ما عنديش خديت البنات العشق ديالي واللي ما كيبغيش المشمش راه ما عرفت انا كيعجبني المشمش مقلق هذاك الصغير اللي كيكون اول واحد دخل كنقول له المشمش مقلق 20 درهم الكيلو حيت شهيتو صافي عبر هنا 240 هنا خيزو البنات خديت 3 كيلو خيزو هاك عارفين الصيف دابا العصير اسراء عزيز عليها نقصرو لها هكا تاكلو يعني بلا مرقه ولا كلش ان شاء الله واحد الكيلو نديرو في الفريغو نحسبها كبياف وهذا نخليها لهاد الشهر ان شاء الله هذه تقضيه البنات ديال 15 درهم اولا تي تقدر تختار المهم اللي فيها الخير جبت نص كيلو جلبانه البنات ها هي زوينه وعامره الجلبانه البنات حسبها لي ب الكيلو 180 نص كيلو 120 هنايا هنا قال لك يعني 120 في العبار هنا ربعه صغيره ديال الثومه ب 80 فيها 5 دغيسان ولا ما عرفتش لقيت هاد البطاطا البنات ما عرفتش علاش عجبوني وخديتهم هكا على انا راه عندي ها راهم كيبانوا لكم راهم ديال سيده هادو نغسلهم ونشوف شنو ندير فيهم هكا شي حاجه المكرونيه والداخل البنات هما ما مصدينش يعني باقي جديد خديت جوج غير المكرونيه ولا سنيده المهم غنديرهم هنا في الطابله حدا حدا العجانه والاير فراي بالنسبه للبنات البصله هي هنا في الكروسه خديت بصله البيضاء حسبها لينا البنات جوج دراهم الكيلو خديت هنايا 230 430 ما عرفتش شحال من كيلو بالضبط المهم قال لي كاين واحد الربطه كبيره فيها 430 ريال بالضبط خدينا البنات الصندوق كنقسموا حنا ثلاثه كيدي لي الشهر هادي كيدي لي شهر كتفوت ها هي البطاطا زوينه هاد الحمراء حسبها لينا ب 50 ريال الكيلو صافي هنا شفنا البنات رخيصه لا خدينا هاد 4 دراهم الكيلو زوينه فلفلاني جديدة هانتوما الحمر بحال في هاد اللون مخلط الحمر والخضر وهادي خلط بيهم كتعجبنا راكم عارفين الحرارة كتبغي الخضرة دايرة من هاتم الفران فلفلة فلفلة الخضيرة بطاطا خيزو هادشي اللي كيتمشى الصراحة في الصيف خديت لاطيشة خديتها شوية فالطيب كنت عندي تلاجة واخا في صرع شفت الدلح باقي نديرو في الثلاجه يبرد عاد ناكلو صافي ما طيش انا خديتها شويه خاصها فيها زوينه شوما فنة خدينا هالبنات خدينا هالبنات خدنا 4 دراهم ما طيش 4 دراهم الا بقيت عارفه يا بنت 4 دراهم لا 4 دراهم ونص لا كنتوش على يد اختي شي 70 ريال 3 دراهم ونص وخديت واحد الدلاحه البنات زوينة انا نوريكم راه طبعها لينا هو النيش شوفوا الدلاح ما شهيتكم البنات واعر هانتوما مرمل كيحمق حسبوها لينا البنات ب 880 صافي الخصة هو بطاطا هادي هي تقدي البنات بنجالة البنات ما بغيتوش يعني إلا لقيتو عاد رخيص حيت لقيتو ب 10 دراهم غالي فقلت ماشي ضروري و شنو اخر صافي بقات لي غير الخضره ديال الكسكسو راه كناخذ كل جمعه كل خميس باش الجمعه كنديروها كناخذها غير من حدايا من هنايا بلا ما كنت يعني نجيبها من السوق غادي تضيع راكم عارفين صافي البنات اللهم هادي ما لي محفظه من الزوال كنت نشارك معكم هذا الفيديو قصير بارطاجي معكم القضيه وشنو فيها جبنا غير داكشي اللي ضروري جبت تما حتى الجيكس كاين شي وحده كتمشي للسوق ما كتجيبش الجيكس هذه ما كايناش وصابو البيض ديال البنات ما لقيتوش قالت لي تقاد لي ماشي مشكل كي قلت لكم البنات الخضره رخيصه بحال البنان وقيلا ديال 13 درهم اللي غالي البنان غالي وقلت لهم انا ناخذ اللحه البنات دي لك شحال يومين 3 ايام تاكلي فيها ولا اكثر
حسن لك من داك البنان، راه عندي والله البنات الا جبتو سيما في تبقى بقى في الفريغو في الثلاجه، حتى درتو في الفريغو قطعتو درتو في الفريغو. والله مره كنجيب الحليب وكنديرو عصير، مي كنتهاوى ما البنان في الثلاجه يصرا كتاكل بنان كتخلي بها النص كتبقى تما كطير صافي، هو كيعرف من كيتقل على القد، وانا راه كنشو دايره ريجيم عليا البنان. ايوا هادشي اللي كاين. يلا غزال ديالي ما نطولش عليكم، نتمنى نكون قلت لكم الثمن ديال الخضره كامل، طلعوا فريوسكم، نتمنى نكون فدتكم هاد لا فيديو. يلا مع السلامه البنات.